بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. طول عمري عايشه في بلد حلاوه المولد، سواء فيه مولد بقى او مفيش، يعني مش دي قصه. القصه انه السمسميه والحمصيه والبندقيه والملبن ابو عين جمل وابو فتله بالثلاثة متر، ده كل ده موجود ومتوفر الحقيقه طول السنه عندنا في طنطا. وطنطا اقترنت طول عمرها بالحلاوه، يعني اي حد تقول له ايه انا من طنطا فيقول لك انتوا بتوع الحلاوه. فالحمد لله الحمد لله، من وانا صغيره ومن كتر ما الحلاوه منتشره ومرطرطه قدامنا الحمد لله يا رب ما كنتش بحب اكلها. ولو كنت من اكلي حلاوه طنطا طول طفولتي وطول ما عشت هناك الحقيقه ما كنتش هلاقي شاشه تقضيني خالص، ولا كنت هطلع قدامكم خالص في التلفزيون. لا يعني اللي زاد وغطى التلفزيون كمان بيزود الوزن والحجم اللي هي ناقصاه، هي ناقصاه هو التاني بيزودنا، نقعد نعمل فرجيم ونحرم نفسنا ونخس، ويوم ما نجيب 5-6 كيلو بالعافيه تقوم الشاشه ضايفه عليهم 7 كيلو غتاته كده. الميزه الوحيده اللي الشاشه بتعملها وانا الحقيقه شايلها لها جميله فوق راسي ان الشاشه بتطول. ناس كتير بتشوف لي طويله جدا في التلفزيون، انما لما بيشوفوني في الحقيقه بقى بيتصدموا. انا مش طويله خالص يا جماعه، دي المفاجاه اللي انا يعني مخبيها لكم. لما تشوفوني في الحقيقه هتلاقوا واحده تانية خالص غير اللي بتطلع في الشاشه، ويعني وصل اخرها دي. لا 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 ما جيبش، مش جايبه ربعها. المهم نرجع لحلاوه المولد. انا فاكره بقى، فاكره المنظر ده كويس جدا. الناس من القاهره ومن كل المحافظات كانت بتنزل طنطا في الفتره اللي قبل المولد النبوي عشان يشتروا حلاوه المولد. يعني انا كنت بشوف اتوبيسات سياحيه محمله ناس شيك جدا، ويعني من كل الكبار وستات وصغيرين جايين بقى قبل المولد كده عند ينزلوا عند اشهر محل في طنطا ساعتها، وهو لسه موجود دلوقتي على ما اعتقد اسمه حلواني مصر في ميدان الساعه، وينزلوا يجيبوا بالعشرة والخمستاشر ايه علبه ليهم والقرايبهم والحبايب. دلوقتي طبعا الوضع اختلف، وكل محلات الحلويات في مصر بقت بتعمل حلاوه المولد، وطبعا الحلاوه تطورت وعدت موضوع الفوليه والسمسميه والبندقيه وبقى فيها اشكال والوان بقى، فستق وشيلوز وجوز وملبن وغيره. الحاجه بس اللي لفت نظري انه علبه الحلاوه بتاعت زمان كانت مدوره كده وصفيح كده وحجمها صغير، يعني كانت مثلا ماكسيمم اكبر علبه تهيالي كانت كيلو على ما اعتقد. يعني بالنسبة لأحجام العلب اللي احنا بنشوفها دلوقتي حاجة غريبة، شيء عملاق كده، يعني ممكن تدخل محل تشتري كشك حلاوة المولد مش علبة كذا دور. أنا لما بقارن بين علبة زمان المدورة الصغيرة دي اللي كانت ممكن تقعد كتير جدا على ما تخلص، وبين علب دلوقتي بقى إيش المستطيلة وإيش التلات أدوار، لا والإفيه إنه في ناس ما شاء الله، يعني الله أكبر، مش بنحسد ولا حاجة، حاجة ما تستاهلش الحسد خالص. يعني ممكن تخلص علبة من العلب الكبيرة دي وتشتري منها تاني. فانا لما بعمل المقارنه دي بعرف ليه بقى الاقبال الرهيب على حلقه النهارده اللي هي حلقه الرجيم. على العموم احنا عاملين حساب الايام المفترجه دي اللي الناس فيها بتقبل على الحلاوه بنفس كده، ربنا يفتح نفسكم كمان وكمان، بس بتتخن بقى بالخمسه والسته كيلو من علبه الحلاوه دي بس. احنا وبناء عليه بنقدم رجيمين في الحلقه النهارده، عاملين رجيم كده اللي هو رجيم الطوارئ، ده احنا بنسميه رجيم الطوارئ اللي هو تخنت. موبايلي بيرن، انا اسفه يا شباب. طيب تخنت ال طيب تخنت بتنزل ال 3 كيلو دول. المهم يعني ال 3 كيلو دول هتنزلهم في 3 ايام الرجيم، وفي رجيم الاسبوعي المعتاد مع دكتور ماجد زيتون اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال، بس بعد فاصل قصير.